معايا السيدة أم أحمد. السلام عليكم. اتفضلي يا اتفضلي يا أم أحمد. طب زي بس عند حضرتك سؤالين يا شيخ. اتفضلي. السؤال الأولاني إن أنا يعني أول امبارح من يومين وأنا فاتحة يعني التلفزيون على صلاة الفجر. طيب. فأنا كانت التواشيح شغالة فأنا مسكت الإزازة وبشرب. فأول وأنا بشرب كده يا دوب يعني بقي بسيط في بقي نزلت الإزازة بسرعة لأن الجامع اللي جنبنا سمعته جدا. بس التلفزيون كان لسه ما ادانش فانا ابتلعت بس هي رشفه بسيطه جدا يعني بس انا بلعتها. هل اليوم ده انا صمته هل يحتسب لي ولا لم يحتسب لي؟ انت لان التلفزيون ادان بعد الجامع بشويه. السؤال الثاني حضرتك احنا كل سنه وحضرتك طيب احنا في العشر الاواخر طيب. من رمضان في ليله القدر فانا عايز اعرف ما هي علامات ليله القدر؟ ازاي احس ان انا يعني ربنا يبلغنا جميعا ليله القدر؟ ما هي طيب. العلامات اللي الواحد يحسها او بيشوفها؟ طيب يا ستي ليلة القدر واشكرك. طيب الله يبارك في حضرتك يا رب. السؤال الاولاني انت كانت لسه التلفزيون ولسه الاذاعه ما ادانش فيها الاذان فانت ماشي على ده، ولكن المسجد اللي قريب من حضرتك كان اذن. ما دام انت ما عرفتيش ان الاذاعه والتلفزيون اتاخروا وده حصل فيكون صيامك صحيح ان شاء الله. الامر الثاني علامات ليله القدر عشان المساله دي طويلة هقول لك. في علامات ظاهرة كده وإن الشمس تطلع لا شعاع لها يعني تطلع ضوء الشمس نقي، بس أهم العلامات الباطنة اللي في قلب الإنسان إن اللي بلغ ليلة القدر يحس بوصل غريب بينه وبين الله ويحس بإقبال غريب بينه وبين الله ويحس إن العبادة حببت إليه وخاصة قيام الليل ويحس إن هو فتح وكأنه فتح في قلبه باب لمحبة سماع كلام الله ومحبة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. إذا حصل ده فدي من العلامات الظاهرة في دي من العلامات الباطنة لإدراك ليلة القدر.